لم تسن تمام احيا الله لا ما اله ان اشتكت قدما الرمي ورمي وشت من سغبين احشاءه وطوى تحت الحجارة كش مترف الأدب فرابدته الجبا والشم من ذهب عن نفسه فأرى أيام شمم فأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة ارحم لنا يا محبوبي خذ بيدي اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو الى ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العذاب محمد سيد الكونين بثقلي والفريقين من قرب ومن عجم شفاعته لكل حول من الأقبال مقتحمي خذ بيدي اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي خذ بيدي اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يكون بحال من غير مفصل فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه فيه